وأنا عايز أبدأ بالرد الأول على الدكتور كمال درويش. بصراحة أستاذ دكتور كمال درويش لازم يعي جيداً أنه الآن أحد الذين يخططوا لكرة القدم والرياضة المصرية، فهو رئيس اللجنة العليا أو ما تسمى باللجنة التي تخطط داخل وزارة الشباب، وله مع الدكتور أشرف قدر كبير، وهو أستاذ جليل، ليس قدره مع وزير الشباب والرياضة فقط ولكن مع الكل. ولكن يعني هناك شهادات للتاريخ مش عايزين نتكلم عنها. يعني أنا عملت حوارات كثيرة مع الدكتور كمال درويش وهو رئيس لنادي الزمالك، وكنت صاحب أول حوار مصور وعندي تسجيلات لم أعرضها حتى الآن احتراما لتاريخه بعد 6-1. ورحت له الفيلا، مش عايز اقول فين، وكان وقتها موجود جواها النقاشين وموجود جواها السباكين وبيشطبوا فيها، وقال لي جيت ازاي، قلت له انا جيت لك الكاميرات بره، وعملت معاه لقاء تاريخي وقتها، ومعايا انفردت باقاله اوتوفيستر. ولو تفتكروا يوميها قال لك انا ماليش دعوه، ده مرتضى منصور هو اللي كان مشرف عام على الكوره، والكلام ده اللي قلب الدنيا، ومرتضى منصور وقتها ما سابهوش وطلعوا انه هو غلطان، مش عايز اقول اللي كذاب. فالدكتور كمال درويش بصراحه عايز اقول له هناك فرق انك كنت رئيس لنادي الزمالك، وهناك فرق انك انت الان من اهم المستشارين في وزاره الشباب والرياضه، ترسم مستقبل الرياضه المصريه حتى ولو من خلال خبراتك وحواديتك. ما ينفعش بقى كل شوية تطلع تصدعنا يا دكتور كمال وتقول لنا إن الراجل مصطفى مراد زور لقب نادي القرن وسرقه من الزمالك. هذا كلام للصغار، يعني هذا كلام للصغار عذرا، مش هتلاقي حد كتير يقول لك الكلام ده. انت عملت 3-4 حوارات في شهرين مش وراك غير مصطفى مراد سرق اللقب، ومصطفى مراد فصل الرقب، ومصطفى. طب انا بس بقول للدوله، كيف للدكتور كمال درويش ان هو يبقى الفقيه الذي يعرب لنا مستقبل الرياضه وبناخد رايه كدوله والكلام ده كله، وهو كل شويه يتكلم في كلام لا يقوله الا السوق والعامه على راي حسين لبيب والمتعصبين على السوشيال ميديا. طب انت يعني في السن ده بتدغدغ مشاعر الجماهير ولا الجمعية العمومية ولا عايز تنزل انتخابات نادي الزمالك؟ انت مش عايز ده كله، فلماذا حتى يا اخي بلاش تتكلم ان الاهلي يستحق لقب نادي القرن، بس مش هتقعد تتهم الراجل كل شوية. ولذلك انا وصلني ان مصطفى مراد الدكتور مصطفى مراد يفكر في رفع دعوة قضائية ضد الدكتور كمال درويش، وأنا بنفرج معاكم بدي أقول لك أهو السيد المحترم مصطفى مراد فهمي يفكر جدياً واتكلم وهيتكلم مع محامين في رفع دعوة قضائية ضد الدكتور كمال درويش. هل في هذا السن تسمح لنفسك أن تنتقد بهذا الشكل يا دكتور كمال؟ يعني يا جماعة تصريحات غريبة. خلي بالك أنا مرضتش أعلق أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، ده الرابع مرة في شهر ولا في شهرين. بارك الله فيك أخ صدام، وإحنا دحين على صلاة الفجر ولا أمتلك إلا أن أدعو لك بالمغفرة والرحمة وإن ربنا يكرمك إن شاء الله. يعني أنا بستغرب أهو، وأنا دين بقول لكم يا جماعة الدكتور كمال درويش من أهم الشخصيات اللي بتخطط للرياضة في مصر، وما ينفعش يستمر في مكانه تاني. أدين بقول لك أهو على الهوى، ما ينفعش، ما دام بيقول التصريحات دي هذه التصريحات هدامة وفي غير وقتها. وانا دين بقول لك من الجرأة حبا على بلدي، يعني مش عارف، ما ينفعش. كان لغاية دلوقتي يا راجل كان استحيت تقديرا ليك ان اسأل انت رحت اولمبياد باريس بوصفتك ايه، وعلى حسابك ولا على حساب مين. وبعد كده هناك أحكام مش عايزين نتكلم فيها، ولا أنا بدغدغ مشاعر الجماهير ولا أنا بتكلم يمين ولا شمال. يعني وكنت يعني عايز أقول إيه، يعني يا جماعة والله العظيم أصل مصطفى مراد رجل مكلوب منذ أن توفى ولده،
واخد بالك انت؟ وعمر من اول ما توفى عمر مصطفى مراد فهمي والراجل يعني يكاد يكون زهد الدنيا يا اخي. قدر ان الراجل فقد ولده يا اخي، قدر ان الراجل معتزل حتى الحياه الرياضيه وبيتعرض عليه مناصب وبيعتذر. يعني تخيل انت، مش ورا، بص يا فندم، كمال درويش رئيس الزمالك الاسبق في تصريحات تلفزيونيه، مصطفى مراد فهمي غير اللوائح لمنح الاهلي لقب القرن. طب حضرتك ما اشتكتش ليه؟ شايف انا ده موقع عربي، شوف خد بقى ايه، موقع رياضي عربي تاني اسمه بي سبورت ولا مش عارف اسمه ايه، كمال درويش مصطفى مراد فهمي هو السبب في فوز الاهلي بنادي القرن لانه قام بتغيير اللوائح لصالح القلعه الحمراء. يا راجل عيسى حياته قبل ما يموت له شهاده للتاريخ ان ما فيش اي حد لعب وان المعايير كانت وقتها كده. طب ما انت عندك بطولات اكتر من انديه في الـ بتشارك في الانتركونتيننتال ومع ذلك ما اتخدتش، غيروا اللوائح عشان الزمالك ما يشاركش فيها. وتكلمنا في الموضوع ده، شايف اهو، يعني في هناك البعض وانا ضد ده انه يتهم الدكتور كمال درويش ان يزيف التاريخ. ما اقدرش اتهمه بالتزييف في هذا السن وهو استاذ كبير، يعني حتى احترم سنه وارفض ده على السوشيال ميديا، ولكن هو وضع نفسه في دبورة الاتهام، ولكن هو يدغدغ مشاعر الجماهير. طب ليه يا دكتور كمان؟ انت من المفترض يكون عندك من الجرأة انك تقول ملفه واتقفل. طب حضرتك ما اشتكتوش ليه؟ ولا عشان الموضوع ملتصق بيك ان مجلسك اللي ضيع اللقب وما عرفتش تدافع عن لقبك؟ يا عايز، يعني عايز، يعني اقول لك على حاجه يا دكتور كمان، انا ساشهد شهاده للتاريخ، كمال درويش مع كامل حفظ الالقاب وعندي استعداد اعمل لكم حلقه بالمستندات، انا موثق جيد للتاريخ في نادي الزمالك وبروفيسور في المعلومات التاريخيه والمضارع والمستقبل، الماضي والمضارع والمستقبل. الدكتور كمال درويش اسألوه العضوية العاملة في الزمالك كانت كام؟ 1000 قبل ما يمسك. دكتور كمال درويش كان في لجنة معينة، كانت العضوية كام؟ وشوفوا أثناء اللجنة كان يفوز بالانتخابات عملية. هو ينفع يتقال حمادة أمام يسقط وكمال درويش ينجح، ولكن السر اللي الناس ما تعرفوش، واخد بالك، وانا كتبت ده وقتها اعتقد في جريده الاسبوع او عندما كنت محررا في وقتها، قلت ان الدكتور كمال درويش سيذكر له التاريخ انه غير التركيبه الجينيه، فاكر العنوان، لنادي الزمالك، وهو اول من غير تركيبه العضو الملكي. ايوه الدكتور كمال ده العضو الزمالك الملكي اللي كان يعني يشار له بالبنان، والأعداد من أول ما اتعمل الزمالك في 1911 لغاية الدكتور كمال درويش قولوا له كان كم ألف، حوالي 38 ولا مش عارف إيه ولا 42 أعتقد، ما عنديش الرقم بس عندي الملف بالكامل ممكن أجيبه لكم. قولوا له فتح الأضويات لمين وغير تركيبة أعضاء نادي الزمالك؟ الدكتور كمال درويش هو أول من غير تركيبة الأعضاء في نادي الزمالك، عشان بس تبقوا عارفين. وجاء، مش عايز أقول احتراما للناس، جاء بمين واتفق مع مين وفتح العضوية إزاي، وعضويات رياضية وعضويات مجانية وعضويات مخفضة، عشان يعمل قاعدة من الأعضاء تنتخبه. ثم تحالف مع من تحالف، وبرضه وقتها يطلع يشهد المستشار مرتضى منصور شهادة للتاريخ، وعملت معاه حوار وقتها عندما اتهم الدكتور كمال درويش انه بيدفع فواتير تليفوناته من نادي الزمالك، كله ده عندي فيديو صوت وصورة، وطلع الفواتير في احد الندوات داخل نادي الزمالك، واتكلم عن تجاوزات وحاجات، وقيل ان هناك احكام. يعني هل لما احنا نتكلم كده انت سعيد؟ لكن انا ما بحبش حد يا جماعه يدعي شيئا ليس فيه، ايا كان مين. كامل الاحترام للدكتور كمال درويش، ولكن مصر مش في حاجه لكلامك ده،
مصر ليست في حاجة لكلامك ده، مصر في حاجة إلى من يلملم الناس ويلم الناس، يلملم الجروح ويلم الناس. ثم بعد كده استمر الكل اللي جاي بيكبر الأدويات يكبر الأدويات، لكن أول يمكن اللي جه في الآخر بيكبروا كان الاستثمار، لكن الدكتور كمال كان بيكبر كان يغير التركيبة الجينية لنادي الزمالك. وأنا عارف بقوليها، وعشان كده أنا ما كنتك مستغرب إن الكابتن حمد أمام يسقط قصاده، لأن الأصوات الجديدة اللي ضخها مدينة بالولاء اللي دخلهم، لكن هو الكابتن حمد أمام حد يسقطه في الدنيا؟ على فكرة وأنا كتبت تفحين وعندي الجرايد محتفظ بيها، أكن مرضي لو حد رفع قضية أخد له التسجيلات والحاجات أهديهم له في المحكمة، لأن أنا لا أزم أحد، وقلت لكم ولا عندي استعداد أقلل من قيمة أحد، لكن هذه شهادة الدكتور كمال درويش غير مرضية بالمرة، وأنا حزين على ده.